ومجتمع غزة بشكل كامل متكامل، لربما عن بعض الحالات، ولا نعمم القول، في مختلف الأماكن، لكن هي موجودة في أماكن عدة. قتل الأبناء لآبائهم جرائم مأساوية لا يتقبلها العقل ولا الدين ولا الإنسانية، فما السبب وراء هذه الكارثة؟ ينضم إلينا فضيلة الشيخ حسن شحادة، عميد كلية العلوم والدراسات الإسلامية في قلقيلية في هذه اللحظات. أسعد الله صباحكم بكل الخير فضيلة الشيخ حسن. يسعد صباحكم وصباح الإخوة المستمعين المشاهدين لكم جميعا. أهلا وسهلا بك. يعني نتحدث عن هذه الجرائم بصراحة، وحالات مأساوية من جرائم لا يتقبلها العقل ولا الإنسانية، فكيف يتغير وضع الوالدين من المصدر الرئيسي باعتبارهم للحنان والشعور بالأمان بالنسبة لأبنائهم، إلى للأسف في بعض اللحظات وفي لحظات ربما قد تكون لحظية، إلى عدو؟ فما هذه الحالة الناجمة سواء كانت اجتماعيا أو حتى دينيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة هذه قضية من القضايا التي يعني تثير التفكير، ونضيفها إلى الكثير من الأوضاع السلبية في المجتمع حقيقة التي طرأت على مجتمعنا، منها حالات بشكل عام وإضافة إلى العديد من الجرائم، ولعلها يعني تحتاج إلى دراسة مستفيضة من جميع أصحاب الاختصاص في الجانب الديني والجانب التربوي والجانب الفكري وحتى الجانب الاجتماعي. لا شك أنه من أهم الأسباب التي تجعل الابن يتطاول على الوالد أو يمد يده عليه أو يضربه أو يقتله هو عدم إدراك مكانة الوالد التي بيّنها الله سبحانه وتعالى، أي ضعف الوازع الديني والإيماني والتربوي لدى هذا الإنسان. لأنه لو تدبر جيدا وتأمل في الله عز وجل لأدرك أن الله سبحانه وتعالى رفع قدر الوالدين إلى مرتبة لم يرفع أحدا إليها. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولم يعطف على عبادته أي فعل سوى بر الوالدين، وكأنه بر الوالدين جزء يلتصق التصاق وثيق جدا بالعبادة. ولعله لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان من العدم، ولأن الوالدين هم السبب في مجيء هذا الإنسان إلى هذه الدنيا. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى أكد علينا بضرورة أن نشكر والدينا مهما قدموا. الله تعالى يقول: أن اشكر لي ولوالديك، وقرن شكر الله عز وجل وقرن معه شكر الوالدين. هذا أمر لو كان الذي يقدم على مثل هذه الأعمال يدرك معنى وفهم الدين، لو كان في قلبه يقين وإيمان وتقوى وورع وحرص على دين الله سبحانه وتعالى، لا أعتقد أنه يمكن أن يقدم أدنى فعل يؤذي الوالدين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذه قضية حقيقة، يعني الجيل الحديث، أنا لا أريد أن أعمم ولا نتهم أحد، لكن نقول هنالك يعني للأسف مجموعات أصبحت في مجتمعنا لا تقدر لا الوالد ولا الوالدة ولا أحيانا الزوجة ولا الزوج، وهذا خلل يعني للأسف خلل خطير جدا في تركيبة مجتمعنا. لكن حينما يدرك الإنسان ولا تكن لهما أف ولا تنهرهما، قال في الحديث جاء: لو كان هنالك كلمة أصغر من أف تؤذي الوالدين لأنزلها الله عز وجل في كتابه. أنت تدبري معي، الإنسان في لحظة يعني لا يعجبه شيء يخرج هذه الكلمة دون قصد، ما يقول أف. الله عز وجل أمرنا أن لا نقولها للوالدين. فبرأيك كيف إذا كان الأمر تطاول وضرب؟ أنا لا أريد أن أقول فقط قتل، القتل يمكن تكون حالات محدودة، لكن التطاول بشكل عام ربما تعدى حدود الاحترام والأدب. هنالك ضرب للوالدين، هنالك تحقير للوالدين، هنالك طرد للوالدين، ونحن نلاحظ الكثير من الصور في وسائل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، هنالك آباء وأمات رغم ما يصيبهم لا يريدوا الإساءة لأبنائهم. يعني وهنالك أبناء يأخذوا بآبائهم وأمهاتهم إلى ملاجئ العجز، كلمة تؤلمني، رغم أنهم قادرون على أن يقوموا بهم. يعني هذا بيت كبار السن، هذا لمن انقطعت به السبل وليس له أحد. أما أنت كابن أنعم الله عليك ووصلت إلى ما وصلت إليه ليس بفضلك، بفضل الله أولا
ثم نعم. بوالديك. طب شيخ حسن، يعني أليس من المفترض أيضا، وهنا لا نبرر، ولكن إنما إذا ما وجد خطأ ما يجب أن نصوب ونقوم الأوضاع، وهنا أتحدث عن ربما الأسباب الكامنة سواء كانت نفسية اجتماعية أو مادية في بعض الأحيان، أن نصوب هذه الأوضاع لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب مثل هذه الكوارث؟ نعم أستاذ كريمة، دعينا يعني نعترف بقضية مهمة جدا، أن مجتمعنا العربي والإسلامي انتقل نقلة يعني سريعة إلى الحداثة التي جاءتنا من المجتمعات الأخرى دون أن يكون لدى أبناء مجتمعنا تحصين للفكر والعقيدة الموجودة لدينا، وبهر الكثير منا بهذه التربية. أمر آخر ودعينا نقولها يعني بألم وحسرة، كثير من الآباء والأمهات قصر في تربية أبنائه وغرس مخافة الله سبحانه وتعالى ومحبة الله والدين في صدره. إضافة ولنقل أيضا ولنكن صريحين، مناهجنا تحتاج إلى أن تركز على غرس الخوف من الله وغرس القيم والمبادئ التي تجعل الإنسان يعرف أن ما له وما عليه. عند ذلك إذا غرسنا هذه الأمور من الصغر في قلوب أبنائنا وغرسنا فيهم الخوف من الله، مع أنه البعض بيقول لك يا أخي لا يجوز أن تخوف الطفل، يا أخي ما هو كل قانون في الأرض يصدر وكل عقوبة الدولة تعلن وتخوف الناس منها حتى لا يقعوا في الخطأ. وبالتالي نحن التخويف ليس المقصود منه تخويف يعني للتأثير على نفسيته، بقدر ما هو غرس رقابة لله سبحانه وتعالى حتى يدرك أن هذا الأمر يقربه من الله وأن هذا يؤدي به إلى غضب الله سبحانه وتعالى. عند ذلك سنجد هذا لن يسرق، وهذا لن يكذب، وهذا لن يقتل، وهذا لن يظلم، وهذا لن يعق والديه. حينما يقرأ الإنسان الآيات المشهورة التي يقرأها كل قارئ في موضوع الوالدين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، حتى الآية لاحظي إما يبلغن، لم يقل عز وجل الكبر عندك، إما يبلغن عندك الكبر، يعني يجب أن يبلغ الكبر ويرعوا عندك كما رعوك وأنت إيش؟ وأنت صغير. صحيح. أنت صغير لم يكن لك حول ولا قوة. وبالتالي هذه قضية حقيقة تحتاج إلى تضافر جهود كاملة. نعم. توعية، لكن القضية لا تكون فقط بالبعد النفسي ولا تكون فقط بالبعد الاجتماعي. حقيقة بداية الوازع يجب أن يكون وازع إيماني ووازع ديني. صحيح. ثانيا لابد أن يكون دور اجتماعي، يجب أن يكون بالمجتمع موقف موحد ضد مثل هذه الأفعال حتى يشعر من يسيء لوالديه أنه منبوذ في المجتمع. للأسف إحنا في مجتمعنا الآن في أنا مشكلة اللامبالاة. يعني ابنه جاء يضرب أباه، في اليوم التالي تلقاه وتبتسم في وجهه. حقيقة يجب أن يكون هناك دور فاعل، يعني وهذه الحلقة حقيقة تشكرون عليها. يجب أن يكون للوسائل الإعلام، هناك وسائل الإعلام حقيقة نحترمها في وطننا، أن تركز على مثل هذه الأمور وتلفت الأنظار إليها وتنبه إليها. يجب أن يكون هنالك توعية في المدارس، توعية في الجامعات، توعية اجتماعية. المساجد لها دور والحمد لله يعني بنقوم في هذا الدور، لكن أيضا يجب أن يزاد مثل هذا الأمر، إضافة إلى الحديث عن الجريمة بشكل عام. يعني إحنا الآن هنا عندنا الآن نحن يعني جريمتين كبيرتين. نعم. حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، القتل من أكبر الكبائر. نعم. يعني الذي يفعل مثل هذا يعني يجمع جريمتين بنفس الوقت، سواء بأنه يكون أعظم جريمتين. نعم. يعني في الحديث كل ذنب يغفر أو يؤجل عقوبته إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. نعم صحيح، وبالتأكيد يأتي الرد الحسن ويأتي التصويب منذ الصغر، حتى وإن كان الأطفال يقومون بحركات طفولية في التعامل مع والديهم، ربما بعض الأطفال يقومون بضرب آبائهم منذ الصغر، لا تضحكوا لهم ولا تقبلوهم ولا تمرروا هذا الفعل بأنه طبيعة أو طبيعي العمل والتعامل في هذا الشأن، على العكس تماما، يجب أن تحذروهم، تنبهوهم، تمنعوهم من مثل هذه الأعمال كي لا يكبروا على معاملة قاسية وسيئة للوالدين. إجمالا نأمل دائما وأبدا أن يكون هنالك تصويب من كافة النواحي الاجتماعية الدينية كما ذكرت بالدرجة الأولى والإنسانية، وأيضا تصويب الأمور وأن تقام العائلة وتكبر وربما تبنى على
أسس المحبة والرحمة دائما وأبدا. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا التوضيح من فضيلة الشيخ حسن شحادة عميد كلية العلوم والدراسات الإسلامية في قلقيلية. شكرا جزيلا لك، والذي أكد على ضرورة تضافر الجهود من كافة المؤسسات وكافة الجهات الشريكة والمعنية بدءا من العائلة وصولا إلى المؤسسات المختلفة في المجتمع. نواصل مع حضراتكم في هذه اللحظات. لابد وأن نذكر أن